هذا المنبر أقول لكم أن الحزب الوطني الجمهوري أسس من أجل النشاطات السياسية، يشارك في النشاطات السياسية في هذا البلد، وثم ثاني من أجل يعني الوصول إلى الملك في هذا البلد، لأن ما ممكن أنت يعني تأسس حزب عشان تكون بس للنشاطات السياسية، لا، للنشاط السياسي، مساهمة النشاط السياسي في هذا البلد، ثم ثاني عشان نحن نوصل الغاية والغرض توصل إلى الملك في هذا البلد. شنو توي الكان قاعدين تقوم فوق السوفيل؟ والله دي في نظريتي أنا نكون بقول يعني ده ممكن نحن نخلوها لنا نحن خاصة، لأن التوعية على حسب الأحداث اليوم، لكل حدث كتاب يعني، دونك لكل حدث الحديث كما يشير اللهجة تشير هذه اللهجة، لأنه اليوم نحن صارين على أن نمشي في الانتخابات لأجل الدستور الوطني، ولأجل ذلك نحن بدأنا يعني عندنا توصيات للشعب التشادي، عندنا محاولة ومقابلات فيما بيننا كأحزاب سياسية للمعارضة، وبقية الأحزاب اللي هي عندها نفس الأهداف معنا، عشان نحن نقوف كرجل واحد قبل ما نمشي للانتخابات للدستور.